السلام عليكم. انا الام ديال احمد بوعزال اللي زوج ديال هاد السيده هادي اللي اعتدوا عليها خديجه الصالحي. هي مصدومه اللي ما كتقدرش تهضر، يعني ملي وقع داكشي ما المهم هذا الحكي، يعني الحمد لله هادشي هذا اللي وقع. حنا بلغنا السلطات وبقينا متبعين القانون، حتى السلطات عملت الاجراءات ديالها ونصفتنا، وكان الله يجازيهم بخير حتى هما عملوا الاجراءات ديالهم احسن ما يورى من داكشي اللي كنا حنا كنبغيو عملوه لنا. الحمد لله يا ربي داو العواو اعتقلوهم، وديك السيد اللي جاب دينا حتى هما وموات نزلوا على تنزلت لهم هي والابن ديالي على الدعوه على حساب ديك العوره باقيين صغارين. وانا قاصر، انا كأم ما نبغيش على حساب ديك العوره خصهم يكونوا مع الوالدين ديالهم حتى هما. والحمد لله يعني تنازلنا لهم، يعني ما كانوا هما ضحيه، هذا ينقص ضحيه ديال هاد الاشعه اللي كانت الاشاعات اللي كانت تروج هنايا. كيقولوا كاين المراه كاين النساء ديال النقاب كيسرقوا العواول، السنيين كيسرقوا العواول. والعواول شافوا مراه بالنقاب عدت قدامهم، فكانت فايته مورا المغرب مشات تجيب ولادها، صافي هي بانت لهم هي هذه اللي كتسرق العواول، تهاجموا عليها. هذاك الشيء اللي كان، الحمد لله كاين القانون، كاين السلطات عملت اجراءات ديالو، حنا كنشكرهم الله يجازيهم بخير. صافي حنا تنازلنا على الدعوه على حساب العوام القصير، وما بغيناش نزيدو نكرفسوهم. وكأم انا كأم بعدا اللي كنهضر معاك، انا عزو عليا هما صغارين وهما ضحيه، ديك العوام كانوا ضحيه ده الاشاعات اللي كتوقع. وكنتمنى من الله، كنطلب من المجتمع كل واحد ينبه الاولاد ديالو، كل واحد اللي قادر ينصح شي الاسره ديالو كيفاش ينصح، باش هذا المجتمع ما يبقاش هذا الشيء، هذا ما يتكررش هذا الشيء هذا في ولادنا، وحنا نخرجوا نخافوا على راسنا وهما يخرجوا كيخافوا مننا. يعني هذا الشيء ما خصوش يتكرر. هذاك الشيء اللي كان النداء ديالي ان المجتمع يربي وليدات ديالهم ينصحوهم، راه اللي كيسرق كيعمل العواول اولا كيعمل شي حاجه راه معروف، وكاين السلطات دخلك الشك فيه، راه كاين السلطات بلغ به، كاين القانون في البلاد، كاين كلشي. اللي يعمل شي حاجه تبلغني اي واحد، انا وحده نوصل عند السلطات راه كتعمل الاجراءات ديالها بلا ما تخلي عليا بلا ما ترجمني بلا حتى شي حاجه. النفسيه ديالها مضره ومخلوعه، يا بالليل كتشوف كوابيس بزاف ما كتنعش، كتخايف في الليل فيما كتشوف في كتنعس كتقول كتبان عليه كيخليو عليها، كتشوف عندك الكوابيس هذوك بانهم كانوا غيغلبوا غيقتلوها، يا خرب الحديده كيقول خصو يقتلها، هي اللي كتساق العواول قال في الدماغ ديالها. والله يشافي الجميع، الحمد لله يا ربي هذاك الشيء اللي كان مكتب عليها، والحمد لله داك الشيء اللي كاين. حنا كنعاودو نكررو نشكرو السلطات اللي قامت بالواجب ديالها، الحمد لله. انا احمد بوعزال زوج السيده اللي تعرضت لنا اعتداء خلال الاسبوع اللي فات. الحمد لله السلطات تدخلت ونصفتنا، والحمد لله القضيه مشات على احسن ما يرام، الامور تبين بان اللي اعتدوا على الزوجه ديالي اطفال ما كيبلغوش واحد السن ديال الرشد، الاطفال كانوا كيخرجوا واحد الفكره اللي خدوها عن طريق الافلام، والكبار اللي كيقولوا لهم بان المنقبات كيخطفوا العواول كيعملوا وداك الشيء، تبين في الاخر بان الاطفال كاملين كانوا ضحيه واحد النتيجه واحد الفكره اللي كانت غالطه على علينا وعلى الزوجه ديالي. والحمد لله ملي دخلت السلطه وشفنا هذيك تلاقينا مع الاهل ديالهم وطلبوا المسامحه، حنا ما دابينا الا والاطفال حتى هما يكملوا المنهج الدراسي ديالهم، ما بغيناش هما يدخلوا للحبس. والحمد لله الزوجه ديالي مازال كتعاني نفسيا من خلال الضربه اللي تعرضت في الظهر، الحمد لله كانت ضربه طفيفه ما كانتش ضربه قاصحه بزاف، بقات المشكله ديال النفسيه اللي كتعاني منها هذيك، هو اللي الحمد لله نشوفه مع الوقت ومع العلاج ديال الاطباء
نخرجوها من ديك الحاله النفسيه اللي هي فيها. كنت مشى الجمعيه كنزيدوا فيها الدعم من العواو الابناء ديالنا، وهي كانت عاد تجيبهم حيت هما كيترحوا مع السبعه د العشيه، السبعه كتجي مور المغرب شويه، كان الوقت مظلم. هي ملي مشى مع هي عيانه حمله كانت كترتاح، هما العول جايين حاسبين واش هي كتسرق ولا. المهم هي كانت قربت من الجمعيه، ملي شافوها هي كتمشي وتوقف قالوا راه شي حاجه كتبغي تعملها السيده، وجراو موراها بالحجاره. سرق العواو ولا دخلت الجمعيه، احتمت وسط الجمعيه، خلاو عليها شي حجره واحده جات لها في الطهره، واخرين جاو في الباب. ملي دخلت جاو هما جاو الاساتذه اللي كيقريو في ديك الجمعيه، وقفوهم ما خلوهمش يدخلوا، وهي دخلت خبعت من داخل، كيقولوا لهم لا خرجوها نقتلوها هذيك الشفاره، خصنا نشبروها الشفاره. وهي كتقول لهم لا انا عندي العول ديالي هنايا، وهما مازال خصهم يدخلوا يشبروها. يا خافت دخلت من واحد الطواليت كاين في وسط الجمعيه وشدت عليها، في ديك الطواليت، حتى جا مول الدار اللي مسؤول على ديك الجمعيه وهذيك، وديك الساعه فهم ديك العواول، لان ما كاين السيده عندها ولادها وعندها كتقريهم تما، مشاو في حالهم ديك العواول. ملي بجاو يخرجوا الزوجه ديالي ما بغاتش تحل، النفسيه ديالها انهارت، حاسبه باقي ديك العواول عايجي وليله باقينا هذيك، بقاو معها بواحد الاسلوب هذيك، حتى حلت وخرجت. ملي حلت الجهد ما بقاش فيها، صافي ما بقاتش قادره لا تمشي لا تتحرك. ديك السيد اللي مكلف على هذيك الجمعيه هز الله يجازيه بخير، وجابنا تنضر هي والابناء ديالي، والحمد لله كنا بلغنا السلطات بلغنا هذه، الحمد لله الامور دابا توضحت كل شيء، ودخلوا الناس في الصلح ودخلت السلطه الله يجازيهم بخير. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.